شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نتحدث في موضوع النكاح، لابد أن نشير إلى أن موضوعات الأحكام مرة تلاحظ بعناوينها الأولية، ومرة تلاحظ بما لها من العناوين الثانوية. الموضوع الواحد قد يختلف حكمه باختلاف اللحاظين، يعني يكون له حكم بما له من العنوان الأولي، ويكون له حكم آخر بما له من العنوان الثانوي. مثلاً، مثال واضح: شرب الماء، ما هو حكمه؟ بالعنوان الأولي شرب الماء عمل مباح، يعني يمكن فعله ويمكن تركه بدون أن يكون هنالك تفاوت بين هذا الجانب وذلك الجانب. ولكن هذا الموضوع بالإمكان أن ينقلب إلى واجب إذا توقفت حياة المكلف على شرب الماء. إذا ما يشرب الماء يموت من العطش. في هذه الحالة يجب عليه شرب الماء وجوباً بالعنوان الثانوي. النكاح له حالات: الحالة الأولى الرجل أو المرأة إذا لم يقدم على النكاح يقع في الضرر، في هذه الحالة النكاح يكون واجباً عليه ويكون واجباً عليها، لا ضرر ولا ضرار،
الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يقع المكلفون في الضرر، الضرر مرفوع في إطار الشريعة. إذا واحد ما تزوج وقع في الضرر، يجب عليه أن يتزوج وجوبا شرعيا أو وجوبا عقليا. مرة يقطع بالضرر، قطعا يقع في الضرر، يجب عليها أن يتزوج. مرة يظن بالضرر، يجب عليها أن يتزوج. مرة يشك أن هنالك ضرر أو ماكو ضرر، أو يظن بأنه لا ضرر، إذا كان الخوف خوفاً عقلائياً، الفقهاء يفتون بأنه يجب عليه أن يتزوج، حتى إذا وهم، حتى إذا 10%، إذا كان الاحتمال احتمالاً عقلائياً يجب عليه أن يتزوج. راجعوا العروة الوثقى، راجعوا حواشي الفقهاء الأحياء منهم والأموات، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، يفتون بالوجوب في صورة القطع بالضرر أو ظن الضرر أو خوف الضرر إذا كان الاحتمال احتمالاً عقلائياً. هذه حالة. الحالة الثانية لا ضرر، ولكن يخشى الشاب أن يقع في الحرام. الأجواء الآن مو مثل أجواء قبل، الآن الحرام موجود في كل مكان، ما يحتاج أنت تذهب إلى الحرام، الحرام هو يأتي إليك. الآن مؤامرات الكفار علينا نحن المؤمنين دخلت في بيوتنا. ابنك ما تتمكن تتحكم به، بنتك لا تتمكن أن تتحكم فيها، ما يحتاج أن يذهب بعيدا، الحرام في متناول حتى الأطفال في كل بيت إلا ما خرج بالدليل. إذا هذا الشاب اللي يعيش في هذه الأجواء الموبوءة، في هذه الأجواء المشحونة، يخاف على ذاته الوقوع في الحرام، يجب عليها أن يتزوج، يجب عليها أن تتزوج. يحرم بالحرمة الشرعية أو بالحرمة العقلية على ولي هذا الشاب أو هذه الفتاة أن يمنع من الزواج، لأن هذا دا يمنع من واجب. يساعد على وقوع هذا الشاب أو هذه الشابة في المحرم. هذه الحالة الثانية، أن يكون هنالك خوف الوقوع في المحرم. الحالة الثالثة، شاب قوي الإيمان، وحقيقة هؤلاء الشباب مفخرة. الشاب اللي يتمكن في ظل هذه الأجواء أن يحافظ على دينه، أن يحافظ على عقيدته، لا ينظر نظرة واحدة بنظرة خائنة. مثل هذا الشاب عندما يموت ملائكة السماوات تتعجب من إيمانه. هذا المؤمن أثمن عند الله وأعز عند الله من كل شيء، حتى من الكعبة. مثل هذا الشاب، المؤمن أكرم على الله من الكعبة، لأن الكعبة حجر، بينما هذا بشر، هذا ولي من أولياء الله، هذا أفضل عند الله من الملائكة.
إذا أكو هالشكل شاب، إذا أكو هالشكل فتاة في هذه الأجواء لا تتلوث، يندب. هذا الحكم الأولي، هذه الطبيعة الأولية، مندوب ندبا شديدا أن يتزوج، مكروه كراهة شديدة أن يظل عاطلا عن الزواج. القسمان الأولان حكم بالعنوان الأولي، والقسم الثالث حكم بالعنوان الثانوي، بالعنوان الأولي القسم الثالث، وبالعنوان الثانوي القسم الأول والقسم الثاني. لاحظوا التأكيد، أنا ما أريد أذكر الآن وفي هذا البحث العلل الخارجية، ما أريد أذكر شنو الدور النكاح في تكامل الشاب والشابة، كيف يعمل النكاح على التكامل، التكامل المعنوي، هذا بحث آخر. إحنا كلامنا نحن عبيد، العبد شنو وظيفته؟ العبد وظيفته التعبد بأوامر المولى. ذاك الرجل المعروف في زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يقول: قال الله وأقول. ليكون في يوم من الأيام إحنا منقول قال الله وأقول؟ الله يقول: زوجوا الشباب وأنكحوا الأيام منكم، نحن نقول لا. هذا شنو معناته؟ معناته قال الله وأقول. الله يقول العمر مو ملاك، نحن نقول العمر ملاك، هذا معناه قال الله وأقول. الله يقول لا تتقيدوا بهذه القيود الوضعية الكاذبة، ونحن نقول قال الله وأقول، هذا معناه ما يحتاج واحد صريح يقول هذه العبارة. الله يقول افعل فلان شيء، احنا شعلنا، هذا أمر الله، هذا أمر المولى الحقيقي اللي كل وجودنا كل كياننا مستمد من وجوده. قال الله نعم، نهى الله لا. عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: جاء رجل إلى أبي الإمام الباقر صلوات الله عليه، فقال له الإمام الباقر: هل لك من زوجة؟ متزوج؟ قال: لا. فقال أبي: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني أبيت ليلة وليست لي زوجة. الشباب الذين لم يتزوجوا لو خيروا بين الدنيا وما فيها وبين الزوجة المؤمنة، الزوجة المؤمنة في نظر الإمام الباقر أفضل من الدنيا وما فيها. ثم قال صلوات الله عليه: ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. إذا الشاب المو متزوج يكون عابد من العباد، عابد. العابد شنو معناته؟ من أول الليل للصبح يصلي، ومن أول الصبح إلى الليل يصوم، هذا عابد. ركعتان يصليهما متزوج أفضل عند الله من هذا الشاب الأعزب. ثم أعطاه أبي 7 دنانير
7 دنانير، ثم قال تزوج بهذه. وقال عليه السلام: ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظت. هذه أفضل فائدة ينالها المؤمن في حياته. الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بني بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج. أفضل بناء معنوي هو التزويج عند الله. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج أحرز نصف دينه. الشاب الذي لم يتزوج ولو كان وليا من أولياء الله، نصف دينه ناقص، نصف دينه غير محفوظ، إيمان ناقص. حتى إذا يكون ولي من أولياء الله، حتى إذا ما يرتكب حرام واحد في حياته، نصف إيمانه ناقص أو مهدد. من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله بالنصف الآخر. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: ألك زوجه؟ قال: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج وإلا فأنت من المذنبين. تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى. تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين. هذا مو كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاب الذي لم يتزوج، رسول الله يقول، أنا ما أقول. هذه الرواية موجودة في المستدرك، أخذوا المستدرك وراجعوا. يقول: من المذنبين، من رهبان النصارى، من إخوان الشياطين. حتى إذا يكون ولي من أولياء الله. هذا بحث. البحث الثاني: الكفاءة. الكفاءة في النكاح. مرة يكون الشيء في قبال الشيء، ومرة يكون الشخص في مقابل الشخص. هواي أكو فرق بين الحالتين. مرة شيء في مقابل شيء، تعطي 1000 دينار وتشتري بضاعة، أنت لا يهمك من هو البايع ولا يهمك من هو المشتري، لأن مو ذات مقابل ذات، شيء مقابل شيء، بضاعة في مقابل بضاعة. البايع مو ملحوظ، المشتري مو ملحوظ، ولكن النكاح مو شيء في قبال شيء، شخص في قبال الشخص. لا تبيع المرأة مقابل المهر، لا تبيع المرأة في مقابل البيت. رجل في قبال مرأة، ومرأة في قبال رجل. الشيء مو مطروح في هذه المعاملة في النظرة الإلهية، الشخص هو المطروح في هذه المعاملة في النظرة الإلهية. الرجل فليكن أثرى الأثرياء،
إذا ما عنده إيمان، ما عنده أخلاق، يحول حياة هذه البنت إلى جحيم. البنت تسعد بالثروة؟ لا. تسعد بالبيت؟ لا. تسعد بالجمال؟ لا. هذه أشياء عابرة مؤقتة لا قيمة لها. ولكن إذا الرجل يكون متدين، المرأة تكون متدينة، الرجل يكون خلوقا والمرأة تكون خلوقة، البيت يتحول إلى جنة. بما لهذه الكلمة من معنى؟ 80 عام يعيشون، لا يظلمها ولا تظلمه، لا تظلمون ولا تظلمون. مثل آبائنا وأجدادنا، حياتهم المتدينون الآن حقيقة يعيشون في جنة تسره، قرأنا في الرواية إذا نظر إليها، إذا طلع من البيت ينشد إلى المجيء إلى البيت. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول في الرواية المعروفة إذا نظرت إليها، يعني فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ذهبت الهموم عني. هذا المال يصنع، العرقية واللونية تصنعها؟ لا، الإيمان والأخلاق. فكل الأشياء الثانية في النكاح غير الإيمان وغير الأخلاق لا ينبغي أن تكون هي المحور. أذكر لكم رواية واحدة، الروايات كثيرة في هذا الباب، ولكن أذكر هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج ابنة عمه زينب، زينب ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله، زوجها لمن؟ لعبده زيد، زينب لزيد. إجا النبي صلى الله عليه وآله وقال لها إني أريد أن أزوجك إلى هذا العبد، عبد يعني خادم. الآن خادم شنو قيمته في مجتمعنا؟ ما إلى قيمة. العبد أسوأ من الخادم من ناحية المقام الاجتماعي، لأن ملك، خدام، خادم، هذا مو ملكي ولا ملكك، ولكن العبد ملك من الناحية الشرعية. زينب أنفت من ذلك، كيف تزوج إلى عبد؟ في العرب الجاهليين هذا الشيء من أكبر العار كان. فنزلت الآية الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ما يمكن، يجب ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يحطم هذه التقاليد الاجتماعية، فزوج زينب من زيد وهو عبد وهو مولى. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك تفضل على زينب، بعد أن انتهى هذا الزواج، الله سبحانه وتعالى لعله تقديرا لهذا الموقف جعلها من أمهات المؤمنين. الآن زينب أم لنا نحن المؤمنين جميعا، وأزواجه أمهاتهم. النبي صلى الله عليه وآله تزوجها، والله هو الذي زوجها. زينب كانت تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله، تقول أنتن زوجكن أولياؤكن، وأنا يعني زينب زوجني الله تعالى. في الآية الكريمة
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله هو الذي زوج زينب للنبي صلى الله عليه وآله. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، لماذا كانوا يعملون هذه الأعمال؟ تعليما لنا نحن. تزوج أم ولد، أم ولد يعني جارية على تفصيل بالفقه، يعني عبده، تزوج عبده، فبلغ ذلك عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي. عبد الملك علم بأن الإمام السجاد صلوات الله عليه تزوج جارية، فكتب إليه: أما كان لك في قريش وأفناء العرب كفاية تحجزك عن أم ولد؟ قريش موجودين، أشراف العرب موجودين، تتزوج جارية أم ولد؟ فكتب صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رفع بالإسلام الخسيسة وأتم به الناقصة، ولا لوم على امرئ مسلم، وإنما اللوم لوم الجاهلية. التقاليد الجاهلية هي التي يجب أن تلام، مو العمل بما سنه رسول الله. وقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله أمته وتزوجها. من أمة النبي اللي تزوجها؟ صفية. صفية كانت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعتقها وتزوجها. وعنده نساء من قريش، وفي رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الاعتبارات كلها في النظرة الإلهية، مو ملاك المال والمنصب والجاه وما أشبه. الملاك فقط الإيمان والأخلاق. هنالك عالم من علمائنا اسمه الملا صالح المازندراني، هذا عالم عظيم من علمائنا وله كتب الآن موجودة. هذا عندما كان طالب كان جدا فقير، جدا كل شيء ما عنده، حتى ما كان عنده مصباح نفطي، المصابيح النفطية القديمة أو الزيتية، كان يطالع ما كان يقدر، فقر إلى هذه الحدود. أبوه أيضا كان فقير، لا نعرف ما هو اسم أبيه، كان فقير جدا، فطلع من بيته قال له: روح، أنا ما أقدر أتكفلك. هذا إجا إلى أصفهان وأخذ يدرس عند الملا محمد تقي المجلسي، والد صاحب بحار الأنوار. الملا محمد باقر المجلسي صاحب البحار، أبو الملا محمد تقي. هذا الطالب الفقير أخذ يدرس عند هذا الأب، كل شيء ما عنده. في يوم من الأيام، ولكن شاب متدين مؤمن خلوق، في يوم من الأيام الملا محمد تقي وله مقام عظيم في ذلك الوقت، السلطة كانت بأيديهم، هؤلاء السلطة في إيران كانت بأيديهم بإشرافهم، يعني حاكم أو شبه حاكم. قال: لماذا لا تتزوج؟ فسكت. شو يقول؟ ما الذي يقول؟ الفقير لا جواب له. فقال له: هل أنت حاضر أنا أعقد لك فتاة؟ سكت، ما قال شيء. فذهب الملا محمد تقي وكانت له بنت فاضلة عالمة أديبة، كتبوا عنها في علم الرجال كانت
كاملة في العلوم الدينية والأدبية، يعني في النحو، في المنطق، في الصرف، في البلاغة، في الفقه، في الأصول، كانت كاملة، هكذا ذكروا. قال لها: يا بنتي، أنا وجدت لك رجلا في منتهى الفضل، ولكنه في منتهى الفقر. تقبلين هذا الرجل؟ منتهى الفضل ولكن منتهى الفقر. تقبلين هذا الرجل؟ لاحظ المرأة، قالت المرأة: يا أبه، إن الفقر ليس عيبا في الرجال، خلي يكون فقير، المال مو محور، الرجولة هي المحور، الفتوة هي المحور، الدين والأخلاق هما المحور. فجاء الملا محمد تقي المجلسي رحمة الله عليه وعقد هذه الفتاة الفاضلة لهذا الفتى الفاضل. في ليلة من الليالي، هذا الرجل الملا صالح المازندراني يطالع في كتاب، أغلقت عليه مسألة، إيش ما يطالعها لا ينتهي إلى حل، فبقي من الليل إلى الصباح يطالع في هذه المسألة ولا يجد لها جوابا. بكرة الصبح خلى الكتاب وطلع إلى البحث. جاءت هذه المرأة وفتحت الكتاب ورأت المسألة وكتبت جواب المسألة في ذلك الكتاب. عندما عاد الزوج فتح الكتاب ورأى الجواب، سجد على الأرض شكرا لله أن تكون له مثل هذه الزوجة. وراجعوا كتب الرجال، هذا الزواج المبارك المبتني على الضوابط الدينية، مجموعة ضخمة من علمائنا، من مراجعنا، من فقهائنا العظام، من أولاد هذه الفتاة ومن أحفاد هذه الفتاة. واحد منهم الوحيد البهبهاني من أكبر علمائنا، راجعوا كتب الرجال، من فطاح العلمائنا الوحيد البهبهاني، هذا من أولاد هذه المرأة. من أكابر علمائنا صاحب الرياض، هذا من أولاد هذه المرأة. من أكابر علمائنا بحر العلوم، سامعين قضايا، سامعين كرامات، هذا من أولاد هذه المرأة. من أكابر علمائنا، ولعل بعض الشيبة في هذا البلد أو كثير منهم كانوا يقلدونه، السيد البروجردي رحمة الله عليه اللي كان في قم، هذا العالم العظيم، هذا من أولاد هذه المرأة. الكفاءة في نظر الله، الدين والأخلاق، هذان الشيئان يضمنان سعادة الرجل والمرأة في هذه الدنيا وفي الآخرة. من الضروري على الأبناء وعلى الآباء وعلى الأمهات أن يسعوا في هذا الأمر، فله ثواب عظيم عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفع.
الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.